بعد قرابة سنة ونصف على حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن ضد الإطار الأمني السابق عبد الكريم العبيدي للاشتباه في تورطه في اغتيال الشهيد، وهو خبر اداولته عديد الصحف ومنها جريدة المغرب اللي كتبت: بعد مرور قرابة 18 شهر على اغتيال الشهيد محمد البراهمي، قاضي التحقيق يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد الإطار الأمني عبد الكريم العبيدي. أما جريدة الشروق فكتبت: تأكيداً لما نشرته الشروق في قضية الشهيد البراهمي، الإطار الأمني عبد الكريم العبيدي في السجن. وفي جريدة التونسية الخبر كان في الصفحة الأولى تحت عنوان: جريمة البراهمي، بطاقة إيداع بالسجن ضد محافظ سابق بمطار قرطاج. وبدورها جريدة الصباح اهتمت بالحدث وكان العنوان اللي اختارته: متهماً بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي، بطاقة إيداع بالسجن ضد المسؤول الأمني السابق عن حماية الطائرات. في حين صدرت جريدة الصحافة صفحتها الأولى بعنوان: قضية الشهيد الحاج محمد البراهمي، بطاقة إيداع بالسجن في حق المسؤول الأمني عبد الكريم العبيدي. وبإيقاف عبد الكريم العبيدي وصل عدد الموقوفين في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي إلى 6 أشخاص في انتظار الإغلاق النهائي لهالملف المفتوح منذ أكثر من سنة ونصف، والحسم جذريا فيما يتعلق بمسألة الأمن الموازي اللي عنده علاقة بالقضية هذه وقضايا أخرى.